لشحن الجهاز لحين انطفاء الإضاءة. تأكد أن مفتاح الأمان في الأعلى. افتح الغطاء. قم بتركيب الغطاء. حرك مفتاح الأمان نحو الأسفل. اضغط واستمر بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين. يؤثر نوع وجودة البخور على كمية الدخان. المروحة ستعمل لمدة 3 ثوان وتتوقف لمدة أفضل أداء. اجعل المنتج بزاوية يدك عن مفتاح التشغيل لإيقاف المنتج. حرك مفتاح الأمان إلى الأعلى حتى يتم قفل المنتج. بعد أن يستخدم المنتج لمدة 1 دقيقة و30 ثانية، سيقوم المنتج بعملية التبريد الآلي لمدة 30 ثانية. أثناء فترة التبريد، يتوقف الجهاز عن العمل. المنتج قيد التشغيل. المنتج في فترة التبريد. البطارية منخفضة، سيتوقف المنتج عن العمل تلقائياً. المنتج يتم شحنه. المنتج مشحون بالكامل. تعليمات الأمن والسلامة.